24 وهذه الجلسة الهامة والتي حملت عنوان تمويل المناخ في عصر متعدد الأزمات. اختتمت الجلسة بكلمة لسيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي أشار خلال كلمته ومداخلته إلى النقطة والتحدي الأبرز الذي يواجه COP27 والذي تسعى الدول على أن تخرج بتعهدات والتزامات يتم تنفيذها بجدول زمني على وجه الأرض. السيد رئيس مجلس الوزراء تحدث عن التنسيق الذي تقوم به مصر وأيضا مع دول القارة الإفريقية فيما يتعلق بعملية التمويل، وأشار في كلمته إلى أن الآليات والجهود التي تم الاتفاق عليها في المؤتمرات السابقة والخطوات التي تبعتها لم تكن كافية كما وكيفا. ومن ثم تظهر من جديد قضية التمويل وأهمية التزامات الدول الغربية فيما يتعلق بتعهداتها للدول الأكثر تضررا من التغيرات المناخية الحادة، وبالأخص دول القارة الأفريقية بعملية التمويل والتمويل مثلما أشار رئيس مجلس الوزراء، وأيضا الحضور خلال أعمال هذه الجلسة بأنه يعد الركيزة الأساسية للتعامل الجاد والفعال مع قضية التغيرات المناخية والخطر الذي يهدد كوكب الأرض، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، وأن قضية التمويل هذه تكتسب أهمية خاصة في ظل هذه الأزمة الاقتصادية نظرا للبحث عن موارد ودعم مالي للدول في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر. أيضا نتحدث رئيس مجلس الوزراء عن مجموعة المشروعات الخضراء التي استطاعت مصر أن تضعها في مشروع واحد، وهو يتعلق بمبادرة النوافي، والتي تتعلق بتحديد وآليات وتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة خضراء على الأرض المصرية بالتعاون مع الدول الغربية الكبرى. أيضا خلال أعمال الندوة تحدثت، كان هناك حديث عن تمويل القطاع الخاص قد ينتقل هو الآخر إلى الأسواق الخضراء، وأهمية إدماج القطاع الخاص في هذه المبادرات الخاصة بدعم العمل المناخي والعمل البيئي. أيضا كان هناك اهتمام بناء القدرات الخاصة للاستثمارات في ظل مثلما أشرنا عالم يعاني في الآونة الأخيرة من أزمة اقتصادية وتبعات أخرى، وحديث عن هناك حشد ب40 مليون دولار لتمويل المشاريع المناخية، ولكن لا يزال الحديث عن الفجوة ما بين التمويل المناخي وما نطمح إليه وما تطمح إليه دول العالم بالحفاظ على الرقم السحري لCOP27 والذي تركز عليه كل دول العالم بألا تزيد درجة حرارة الأرض عن الدرجة ونصف الدرجة مئوية. وبالطاقة المستدامة والطاقة المتجددة هي من العناصر الهامة التي تسعى إليها الدول بوضع خارطة طريق هذه المرة في COP27 بالتزامات محددة وبخريطة زمنية محددة تتعامل مع هذه الأزمة. معنا عبر الهواء مباشرة من شرم الشيخ مراسل النيل أشرف مبارك. أشرف أهلا بك. يعني هل تلخص لنا أبرز ما جاء في الفعالية الأولى التي شهدتها مدينة شرم الشيخ اليوم، تمويل المناخ في عصر متعدد الأزمات؟ بالفعل محمد، برحب بك من مركز شرم الشيخ للمؤتمر. يمكن مسار COP27 او الجلسات التي تنعقد تغيرت بعد ان القى جميع الرؤساء الوفود كلمتهم الافتتاحيه. يمكن اليوم بدايه تقسيم COP27 الى عدد من الايام المختلفه. يمكن نتحدث اليوم عن قضيه التمويل، وهي قضيه تمويل الحد من التغيرات المناخيه. هناك ايام اخرى مختلفه مثل يوم للمياه ويوم للتنوع البيولوجي ويوم للطاقه ويوم للزراعه ويوم للشباب
الأجيال القادمة ويملي الحلول. إذن يعني بعد انتهاء الجلسات تم تقسيم مؤتمر الكوب إلى أيام مختلفة على حسب الموضوعات الحياتية التي تهم جميع المواطنين في دول العالم. أما فيما يخص موضوع التمويل، نحن نتحدث في قضية التمويل، كان هناك اتفاق سابق على دورة منح تمويل نحو 100 مليار دولار من الدول الصناعية لمساعدة الدول النامية في الحد من التغيرات المناخية، لكن هذا الالتزام أصبح صعبا إلى حد ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا التي أثرت على اقتصاديات دول العالم، مما أدى إلى تعثر هذا التمويل بشكل كبير. لكن يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار في كلماته الافتتاحية إلى ضرورة يعني الانتقال من مرحلة التوصيات إلى مرحلة التنفيذ وضرورة التزام الدول الصناعية ب يعني دفع هذا التمويل اللازم للحد من التغيرات المناخية. كان هناك أيضا تأكيدات على أن هذا التمويل لا يتم عن طريق الإقراض، بل يكون عبارة عن منح يتم تقديمها للدول النامية حتى تستطيع الحد والتخفيف من حدة هذه التغيرات المناخية. أيضا في جلسة اليوم التي حضرها السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وممثلي البنك الدولي، يعني تم الحديث عن عدد من النقاط الهامة، وهي ضرورة أن يتم توحيد عدد من القضايا التي تخص التغيرات المناخية وعلى رأسها التكيف ويعني التخفيف والحد من التغيرات المناخية مع بعض، ولا يتم العمل في نسق واحد أو اتجاه واحد، لكن يتم العمل على القضاء على هذه الظاهرة من خلال يعني توحيد كافة القضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية. كان أبرز النقاط أيضا التي تم الحديث عنها خلال هذه الجلسة أن التمويل يبدأ من محو الأمية المناخية، يعني ضرورة تعريف الشعوب بالتغيرات المناخية، لأن هناك من ينكر أصلا قضية التغيرات المناخية، لذا كان لابد من تعريف المواطنين في كافة دول العالم بقضية التغيرات المناخية. الأمر الآخر الذي تم الحديث عنه هو أن جزء من التمويل لابد أن يكون من القطاع الخاص وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، يعني لا يقتصر التمويل فقط على الدول والحكومات، بل لابد أن تشارك في عمليات التمويل كافة المؤسسات الموجودة في دول العالم. هناك جزء آخر يمكن تحدث عنه خلال هذه الجلسة، أنه تم حشد يمكن 40 مليار دولار للتمويل المناخي خلال الفترة السابقة. بعض النقاط الأخرى التي تم الحديث عنها وهي يعني يمكن خلال 10 سنوات الماضية تم استثمار يمكن نحو 350 خطة للتكيف مع التغيرات المناخية. نعلم أيضا أن بالتوازي مع الحد من التغيرات المناخية وتقليل درجة حرارة الأرض وتقليل الانبعاثات الكربونية، لابد أن هناك خطة للتكيف مع التغيرات المناخية. هذا التكيف لا يعني بالطبع أننا يعني نتنازل عن 1.5 درجة مئوية للتغير المناخي، بل أيضا يكون هناك يعني زي كما يقال إجراءات احتياطية للتعامل مع هذه الأزمة الطارئة. أيضا كان هناك أيضا كلمة لممثل البنك الدولي أكد خلالها على أن البنك يقوم بعدد من المشروعات الهامة لمواجهة الكوارث في دول العالم. كما نعلم أن باكستان حدث بها عدة فيضانات لأكثر من مرة، ويقوم البنك الدولي بتمويل الحد من هذه الكوارث. إذن نحن نتحدث عن 13 جلسة اليوم سوف تعقد خلال يعني هذا اليوم، بداية من يمكن الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 6 مساء. هذه الجلسات تتركز أغلبها عن التمويل ومشتملاته وأنواع التمويل، سواء من القطاع الخاص أو من المجتمع المدني أو من قطاع الأعمال أو من الحكومات أو من الدول. نعم أشرف، يعني ما أبرز هذه الجلسات اليوم أشرف؟ هل كلها تتعلق يعني تم تخصيص اليوم لمناقشة قضية التمويل وتحدي التمويل؟ بالفعل محمد، يعني اليوم تم تخصيصه بالكامل للتمويل. هذا التمويل قد يكون من حكومات، قد يكون من شركات عامة، من قطاع خاص، من مجتمع مدني، من مؤسسات أهلية، من أيضا التكتلات الصناعية، من الشركات الصناعية الكبرى، لأنها هي التي تساهم بالشكل الأكبر في يعني ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، تساهم في الاحتباس الحراري. أيضا هذا التمويل أيضا سوف يكون المناقشات متعلقة ب يعني بعض الدول، يعني هناك دول لا تؤثر في التغيرات المناخية بشكل كبير مثل أفريقيا. أفريقيا تؤثر في التغيرات المناخية بنسبة لا تتجاوز 4%. الدول الصناعية الكبرى في أوروبا وفي الصين وفي بعض التكتلات الصناعية الكبرى تساهم بالنسبة الأكبر. فسوف يتم تقسيم الأمور على حسب كل من يساهم في التأثير في التغيرات المناخية، وأيضا كل دولة سوف يكون لها حصة من هذا التمويل، خاصة يعني أن أيضا الاختلاف
اختلاف الدول في المساهمة في التغيرات المناخية يكون بشكل مختلف. إذن التمويل سوف يتم مناقشته بكافة أبعاده وكافة أموره، وأيضا الصعوبات والتحديات التي تواجه عملية التمويل بعد جائحة كورونا وبعد الحرب الروسية الأوكرانية. طب أشرف، يعني هل يمكن أن تنقل لنا الصورة خارج قاعات المؤتمر وبالأخص في المنطقة الزرقاء؟ بالفعل، يعني إذا تحدثنا عن الصورة خارج قاعات المؤتمر يمكن نرى في الخلف يعني هذه الطوابير التي تتواجد لدخول الجلسة الأخرى أو الجلسة الثانية الخاصة بالتمويل في قاعة الكابيتال، وهي القاعة الرئيسية هنا داخل مركز شرم الشيخ للمؤتمرات. هذه الجلسة أيضا سوف تكون جلسة هامة جدا، سوف تبدأ في تمام الساعة 10. هناك أيضا بعض الأجنحة الخاصة بالدول، يعني تم عمل جناح خاص لكل دولة يكون به ممثلين الدول، وايضا اجنحه خاصه بالمنظمات التابعه للامم المتحده، منظمه يعني التمويل الإبنائي، منظمه اليونيسيف، كافه، وايضا بعض الهيئات المتعلقه بالتغيرات المناخيه. اما فيما يخص المنطقه الخضراء والتي يعني تتبع الدوله المصريه وتشرف عليها وزاره البيئه، ويقوم بها ايضا او يتواجد بها ايضا بعض ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، ويعرضون انشطتهم في او ابتكاراتهم في الحد من التغيرات المناخيه. هذه المنطقة سوف تشهد فعاليات يومية أيضا على حسب القضايا التي يتم مناقشتها داخل مركز شرم الشيخ للمؤتمر. يعني إذا تحدثنا عن التكيف والتغيرات في والتغيرات المناخية، سيكون أنشطة وفعاليات يعني تتضامن مع هذه المحاضرات وهذه الجلسات داخل المنطقة الخضراء. أما اليوم إذا تحدثنا أيضا على التمويل، سيكون هناك أيضا بعض الأنشطة والفعاليات في المنطقة الخضراء توازي هذه القضية وهي قضية التمويل. أيضا في اليوم الخاص بالشباب أيضا سيكون هناك فعاليات في المنطقة الخضراء متعلقة بهذا الشأن. شكرا جزيلا الشكر الزميل أشرف مبارك، كنت معنا عبر الهواء مباشرة من مدينة شرم الشيخ. وأيضا ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي. دكتور وليد، بعد التحية، يعني إلى أي مدى يمكن أن تلتزم الدول الكبرى فيما يتعلق بقضية تمويل المشروعات الخاصة بالتعامل مع التغيرات المناخية الحادة؟ اهلا وسهلا بحضرتك وبكل مشاهدي النيل الاخبار. وبالتاكيد اذا يعني تناولنا الاجابه على هذا السؤال من خلال ما ورد في كلمه رئيس مجلس الوزراء، فانه يعني قد شدني محورين. محور هو ما قرره رئيس مجلس الوزراء بان الاقتصاد العالمي يعني ليس بشكل جيد ومظلم، وفي المقابل فانه ذكر ان القوى الكبرى والدول الكبرى يعني لم تساهم بصوره فعاله، لان الوعود السابقه لم تكن كافيه، فضلا عن انني يعني ارى واتابع بان حتى الوعود القديمه بدعم الدول الافريقيه والدول المتاثره، الدول الناميه المتاثره بتلك القضيه، حتى ما تم وعدها به لم ينفذ بصورة كاملة. بالتالي فإننا أمام وجهين، وجه متعلق بأن الدول النامية والدول يعني التي تحتاج بالفعل إلى المساعدة في ملف المناخ تحتاج إلى مساعدة دول كبرى، هذه الدول نفسها تواجه صعوبات اقتصادية وتواجه اقتصاد مظلم. فهل الدول الكبرى، الدول الصناعية التي تواجه مشكلات اقتصادية حادة في ميزانيتها وفي مالياتها العامة، هل هي قادرة بالفعل على أن تقدم منح ومعونات؟ تلك هي المعضلة وتلك هي المقاربة المصرية التي تحاول أن تقوم بها خلال تلك القمة. أتصور أنني يمكن أن أضع عنوانا بأن الدولة المصرية تدعو إلى مزيد من المساعدات من الدول، فما لا يدرك كله لا يترك كله. من المهم أن تعمل الدول أن تقدم كل ما يمكن تقديمه، فضلا عن أن هذه القمة تتجه أيضا وتستضيف الكثير من مؤسسات التمويل. فإذا تحدثنا عن التمويل، فالتمويل إن كان منه المنح والمساعدات التي تم الوعد بها ولم توفى بصورة كاملة، ومؤسسات تمويل تنموي منخفض التكلفة، فإنني أتصور أن دور مؤسسات التمويل التنموي الذي تم خلال السنوات الماضية كان أكبر بكثير من ثمة مساعدات أو من ثمة دعم دولي من الدول ذاتها. الاقتصاد الأخضر والمشروعات الخضراء
مجالها الاكثر فعاليه والاكثر قدره على التنفيذ هو في مجال هو مجال التمويل التنموي من المؤسسات الدوليه. فهل هذه المؤسسات جاهزه؟ يعني اتصور ان مصر تعاونت مع تلك المؤسسات وقامت بتنفيذ الكثير من المشروعات على الارض، وهذه القمه مطلوب منها العمل على المحورين، العمل على تنميه التعاون مع تلك المؤسسات، وايضا استمرار مطالبه الدول المتسببه في زياده الانبعاثات الكربونيه في تحمل التزاماتها باكبر قدر ممكن. طيب يعني هل الأزمة الاقتصادية، يعني مثلما أشار السيد رئيس مجلس الوزراء أن هي بتعد أن التمويل هو الركيزة الأساسية للعمل المناخي للعمل مع التغيرات المناخية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية كيف يمكن إيجاد توازن بين التكيف والتمويل؟ يعني الواقع يعني الأزمة الحالية أزمة صعبة جدا، لأن فكرة لما حضرتك بتحدثنا عن التمويل فالتمويل هو مال خارج، هو مال خارج يخرج من أسواق الدول الكبرى ليذهب إلى الدول النامية. أنني عندما أتابع فإنني أرى الولايات المتحدة الأمريكية ترفع أسعار الفائدة بصورة متتالية، وصلنا لحد 4% نسبة فايدة قام بهم الفدرالي الأمريكي وهو في سبيله إلى مزيد من الرفع. رفع أسعار الفائدة بيؤدي إلى أن الأموال لا تخرج من أمريكا، بل بالعكس أمريكا بتكون جاذبة للدولار، والكثير من الممولين يفضلوا الاستقرار وأن تكون أموالهم في السوق الأمريكية ولا تخرج، سواء في صورة استثمارات خضراء أو بأي لون آخر. وفي المقابل عندما أجد إلى الجانب الآخر، يعني وفي توافق شديد مع ما يتم في الولايات المتحدة، بنجد أن الصين سعيدة ب انخفاض الإيوان الصيني. الصين بتضع قيود على العمل الاقتصادي، فسياسة الصين التي تتخذها بشأن صفر كوفيد تؤدي إلى غلق متتالي لبعض للكثير من المناطق في الصين، وهو ما يؤدي إلى انخفاض الناتج الإجمالي الصيني وانخفاض الإنتاجية الصيني. ليس هذا فقط، فإن الصين تضيق على القطاع العقاري وتحد من نموه، هي تضيق أيضا على القطاع التكنولوجي وتحد من نموه، فبالتالي فعدم نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة كافية بيؤدي هو الآخر إلى ضغوط على الاقتصاد العالمي، وكأن الاقتصاد العالمي يقع ما بين ضغوط أمريكية وضغوط صينية وصعوبات خطيرة في أوروبا تتأثر بضغوط أيضا بالحرب الأوكرانية وعدم وجود المساندة الكافية من أوروبا وبعد أوروبا عن الصين. بالتالي فنحن أمام عالم متباعد بصورة كبيرة جدا، الجميع يعني يعمل فيه عمل ضد مصلحة الجميع، فالاقتصاد لا ينطلق إلى الأمام، الاقتصاد يتراجع على مستوى العالم. هذه أجواء صعبة جدا جدا، وبالتالي فإن الدور المصري في هذه القمة هو دور مهم ودور حساس ودور يعني وكأنه مشرط جراح لكي يتم خلال هذه الظروف تدبير هذا التمويل في هذه الأوقات. طبعا يعني أنا أشفق على الذين يعملون على هذه الملفات في هذه المرحلة، وأتمنى لهم النجاح، ويجب أن بعد القمة يقاس نجاح القمة بحجم هذه الظروف الصعبة جدا اللي بتنعقد فيها القمة. طب يعني هل السؤال بطريقة أخرى دكتور وليد، هل الدول الغربية في هذا التوقيت تملك مساحة من الحركة للعمل مع قضية التغيرات المناخية فيما يتعلق بالتمويل؟ هل تملك هذه المساحة؟ هل بات الأمر لا يحتمل التأخير؟ ومن ثم في ظل الأزمة الاقتصادية الدول الغربية هذه المرة ستتحرك بإيجابية أكثر تجاه قضية التمويل؟ دائما هناك مساحة، لكن بمنتهى الوضوح يعني أكيد المساحة في هذه الظروف الاقتصادية ليست كبيرة بنفس حجمها في 2015 عندما انعقدت قمة المناخ في باريس وتم توقيع الاتفاقية الإطارية. المناخ أصعب، ولكن دائما هناك مساحة، وسيما وأن القوى المقتنعة بقضية المناخ هي موجودة وهي عنصر فاعل في الحكومات في الولايات المتحدة، والحكومة الديمقراطية هي مقتنعة تماما بتلك القضية. أيضا الدول الغربية في أوروبا وغيرها من دول العالم مقتنعين. الحزب الشيوعي الصيني تحدث الرئيس الصيني خلال المؤتمر الأخير حديث طويل على تمسكه بقضية المناخ،
فإنني أتصور أن رغم الظروف هناك قناعة بتلك القضية، فالقناعة بالقضية هي التي تخلق المساحة المقررة رغم صعوبة الظرف. يعني عندما تحدثت عن صعوبة تقديم مساعدات فإنني لم أتحدث عن قضية أن تقوم تلك الحكومات الكبرى بمشروعات متعلقة بالمناخ على أرضها هي. فقيام الدول الصناعية بمشروعات حتى داخلها للحد من الانبعاثات الحرارية هو شيء مهم، لأنه بيساعد على الحد من الانبعاثات الحرارية ويدعم تلك القضية، فضلا عن أن تطوير التكنولوجيا وقيامها بمشروعات في أراضيها يؤدي إلى انخفاض تكلفة التكنولوجيا بالصورة التي تسمح لمؤسسات التمويل وتسمح بالدول بنقل تلك التكنولوجيا إلى الدول الأخرى. طيب، كان هناك حديث أيضا خلال الجلسة التي كنا نتابعها منذ قليل على شاشة النيل، تمويل المناخ في عصر متعدد الأزمات، بند يتعلق بتمويل القطاع الخاص قال كي ينتقل إلى السوق أو الأسواق الخضراء. إلى أي مدى هذا الأمر محفز للقطاع الخاص للدخول في هذه الاستثمارات؟ الشراكة مع القطاع الخاص هي عنصر مهم من العناصر العمل الدولي الحالي. يعني أنا عايز أقول إن كل دول العالم لديها اتجاه في هذا الملف. حتى في المنطقة العربية عندنا كل دول المنطقة العربية حتى البترولية منها بتتجه إلى هذا النحو، سواء بالاقتصاد الأخضر أو في غيره من أنواع النشاط. ولكن تطبيق هذا الأمر هو تطبيق يحتاج إلى الكثير من العمل. الأمر بيتجاوز فكرة الاستراتيجيات. من المهم جدا أن يكون هناك استراتيجيات، أن يكون هناك مشروعات جاهزة للتنفيذ، أن يكون هناك مباحثات، أن يكون هناك تسهيلات، تفاوض. تلك الشراكة تحتاج إلى الكثير من العمل. مصر قطعت شوطا كبيرا في هذا الملف، وهناك شراكات بالفعل، وتتطلع إلى زيادة الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الاقتصاد الأخضر. أتصور أن برنامج نوافي الذي تقدمه وزارة التعاون الدولي ده برنامج مهم جدا، لأنها منصة تقدم فيها المشروعات الجاهزة للتنفيذ بصورة تقرب الأمر إلى المستثمر القطاع الخاص وتدفعهم على مزيد من النشاط، فضلا عن أن الدولة المصرية تمد يديها بكافة السبل لدعم تلك المشروعات. طيب، يعني فيما يتعلق ببرنامج نوفي، إلى أي مدى كان هذا، لو أردنا أن نضع المشاهد أكثر ونقربه من هذا البرنامج، يعني ملامح هذا البرنامج وماذا تريد مصر من خلال أعمال هذا البرنامج وما تحقق حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بموضوع تمويل هذا البرنامج؟ يعني خليني أقول أن التمويل والبرنامج، البرنامج هو منصة يتم فيها تجميع المشروعات المصرية التي تتفق مع اعتبارات التمويل الأخضر على مستوى العالم، بغية جذب مستثمرين وجذب تمويل. لكن ما تم على أرض الواقع هو مشروعات حقيقية تؤسس لإنجاح هذا البرنامج. تابعنا مشروع مجموعة محطات ديمبان لتوليد الطاقة الكهربائية بالرياح، وهناك شراكة مع القطاع الخاص بشأنها. مشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح على البحر الأحمر وما تم فيه. مصر لديها مشروعات أيضا متعلقة بمعالجة مياه الصرف في المحتمة في بحر البقر. مصر لديها المشروعات متعلقة في قطاع النقل، في القطارات الكهربائية، بتحويل السيارات الغاز الطبيعي، بتهيئة وتقديم ضمانات وحوافز لتحول السيارات الكهربائية. يوقع الكثير من المشروعات التي تقوم بها الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص، ويتؤسس إلى مزيد من النمو والتنمية في هذا القطاع خلال الفترة القادمة. طب، كان هناك حديث على أن لا تزال هناك فجوة بين التمويل المناخي وما تطمح إليه الدول، وهناك مشروعات على الأرض، لكن حتى هذه اللحظة عملية التمويل المناخي ليس لا زال هناك فجوة. كيف نوضح هذا الأمر وما هي حجم هذه الفجوة ما على المستوى العالمي؟ هو خلينا أقول إن الفجوة دايما موجودة، يعني مع زيادة حجم النشاط وزيادة تطلبات البشر الفجوة موجودة، ليس في الاقتصاد الأخضر فقط لكن في كل أوجه النشاط. في قضية الاقتصاد الأخضر بالتأكيد هناك فجوة، لكن هذه الفجوة هي متغيرة من وقت إلى آخر، مع تغير الظروف، مع تغير الإمكانيات. هي القضية النهاردة مع التسليم بوجود فجوة، هو كل الدول بتعمل على اقتناص الفرص
فقضيه اقتناص الفرص اصبحت مهمه جدا، قضيه القناعه بقضيه المناخ اصبحت مهمه جدا، ماذا يمكن لكل دوله ان تقوم به؟ نشاهد يعني وفود افريقيه بكثافه في القمه الحاليه، وهو ما يعني ان افريقيا مهتمه بهذا الملف وتحاول الحصول على اكبر قدر من الفرص المتاحه، فالفرص المتاحه في ظل تلك الفجوه يتكالب عليها الجميع. الفيصل ليس يعني في عموميات، ولكن الفيصل في التفاصيل، التفاصيل هي التي تحدد وجهات التمويل من مكان الى اخر. اما مساله سد الفجوه فانني لا اتصور ان الحل بشان زياده القدره التمويليه العالميه، اتصور انه ليس مجاله قمه المناخ، ولكنه مجاله مجالات اخرى متعلقه. طيب اشكرك جزيل الشكر دكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، ونعود من جديد الى مدينه شرم الشيخ لمتابعه فعاليات مؤتمر كوب 27.